الوهابيون موضوع الشرك هذا يعني أخذ حيزا من حياتهم ودخلوا في أشياء عجيبة غريبة لعدم تفريقهم بين مقام الخالق والمخلوق. عندهم ضمن قواعدهم التي يعدونها يعدون من نواقض الإسلام، إذا طلبت من المخلوق شيئا لا يستطيعه فهذا شرك. هكذا يقول، أنت تقول للنبي يا رسول الله أغثنا، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن هكذا ليس من أهل الدنيا، التحق بالرفيق الأعلى. عندهم هذا الشرك. لماذا؟ يقول أنت طلبت شيئا لا يستطيعه إلا الله، وطلبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أسألهم، طيب لو طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا هو من أمر الله تعالى، هل يكون شركا؟ سيقول نعم. طيب ما رأيك أنه ثبت في الحديث؟ ثبت في الحديث. أنا أقول لك أين الحديث؟ ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عن أحد الصحابة، أظن سلمة بن الأكوع، كان صوته جميلا، قال ماذا؟ يرحمه الله. وكان الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لأحد يرحمه الله معناته خلاص هذا شهيد سيموت. فقالوا يا رسول الله، الحديث الصحيح، هل أمتعتنا به؟ اسمع، تبهت للشرك كيف؟ هل أمتعتنا به؟ يعني خليه عايش. كيف؟ مباشرة الشرك، هذا مشرك. طيب هل أمتعتنا به؟ هنا عندي مقام الخالق ومقام المخلوق. يعني هل أمتعتنا به يا رسول الله بالدعاء؟ فأنت صاحب الدعاء وأنت صاحب المقام المحمود، فيستجيب الله دعاءك ودعاءك محقق، فيكون هذا ليس الشرك. مثله جاء في حديث عثمان بن حنيف، في عندنا حديث قال ماذا؟ يا رسول الله فرج كربنا، ما راك الكرب إلا وشرت. يقول لك هذا الشرك أكبر مخرج من الملة، كيف يفرج كربك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب نقول، نعود للحديث، من فرج عن مؤمن كربة. إذا هكذا هذه مزية علماء الكلام، هذا مزية أشعرية الماتريدية، العقول منتظمة، يعلم مقام الخالق ويعلم مقام المخلوق، فإذا رأى لفظا لا يليق بمقام المخلوق حمله مباشرة على محمل صحيح وهو بالدعاء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، ما إيش يعني قبره؟ إيش يعني برزخ؟ حائط، جدار. جدار، إيش يعني جدار؟ هذا برزخ في اللغة، يعني جدار، حاجز، حاجز في اللغة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيننا وبينه جدار، إذا طلبت منه هذا الأمر في الدنيا قل جائز، إذا طلبت منه في الآخرة صار شركا. طيب كيف؟ طيب ما هو الموت؟ ما تعرف الموت؟ الموت هو انتقال من دار إلى دار، فإذا كان في هذه الدار أقول له يا زيد، هذا قال جائز. إذا حصل في الدار الثانية هنا قل يا زيد، صار شركا. دعني من قضية يجوز أو لا يجوز أن أتكلم عن المبدأ، هل يجوز أن تكفر الناس بهذا الموضوع؟ يجوز أو لا يجوز؟ عندنا أدلة في, 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 في بابها، تأخذ من الشرع أدلة ليس بالعقل، من الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام علم في حديث عثمان بن حنيف وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى الاستغاثة بجنابه الرفيع عليه الصلاة والسلام.